نشرة أخبار 9 الرئيسة من تلفزيون فلسطين، وهذه أبرز عناوينها. السيد الرئيس يستقبل وفد المخابرات المصرية ويؤكد ثقة القيادة بالدور المصري الداعم لشعبنا ونضاله. بمواجهة القرار الأمريكي بخصوص الأونروا، أبو ردينة يؤكد أن السيد الرئيس والقيادة يدرسان التوجه للجمعية العامة. 60% من الأمريكيين لا يوافقون على أداء ترامب ومطالبات بعزله. وفي النشرة أيضا، أسواق اللحوم البيضاء في غزة تعاني من قلة الإقبال. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل 9. استقبل السيد الرئيس محمود عباس بمقر الرئاسة في رام الله وفد المخابرات العامة المصرية برئاسة الوكيل عمرو حنفي بحضور الوكيل أيمن بديع وعدد من المسؤولين في قيادة المخابرات العامة المصرية. ونقل الوكيل حنفي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيد الرئيس، مؤكدا على موقف مصر ثابت في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما نقل الوكيل حنفي للسيد الرئيس تحيات الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، وتأكيده على استمرار الرعاية المصرية لجهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية في إطار الشرعية الفلسطينية الواحدة برئاسة السيد الرئيس محمود عباس. بدوره أرسل سيادة الرئيس تحياته وتقديره لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الدائم بالأوضاع الفلسطينية ومتابعته الشخصية لجهود رعاية المصالحة، مؤكدا سيادته للوفد المصري الشقيق ثقة القيادة وشعبنا بالدور المصري الداعم للشعب الفلسطيني ونضاله من أجل تحقيق أهدافه الوطنية الكاملة. وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين القيادتين الفلسطينية والمصرية وتنسيق التحرك تجاه تحقيق المصالحة الوطنية وتذليل العقبات. قال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة إن السيد الرئيس والقيادة يدرسان التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لمواجهة القرار الأمريكي بخصوص وكالة الأونروا، وذلك لاتخاذ القرارات الضرورية لمنع تفجر الأمور. وأضاف أبو ردينة أن خطاب السيد الرئيس أمام الجمعية العامة هذا الشهر سيتعرض لموضوع اللاجئين لأهميته تماما كقضية القدس، مشيرا إلى أن هذا القرار الأمريكي لا يخدم السلام بل يعزز الإرهاب في المنطقة. وشدد أبو ردينة على أن القرار الأمريكي هو جزء من مسلسل القرارات والتوجهات الأمريكية المعادية لشعبنا والمتمثلة بموقفها المرفوض من القدس، مرورا بمحاولاتها فصل غزة عن الضفة الغربية وانتهاء بقرارها قطع كل المساعدات عن الأونروا. هذا وتولت ردود الفعل المنددة والرافضة للقرار الأمريكي بوقف تمويل الأونروا. إلى ذلك قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير صائب عريقات، قال إن القرار الأمريكي بوقف تمويل الأونروا مخالف للقانون الدولي ولقرار الأمم المتحدة الذي أنشأ هذه سياسية بامتياز، تماشيا مع توجهات اليمين الإسرائيلي الرامية لإسقاط عمل الأونروا ونزع صفة اللاجئ عن الفلسطيني وتحويله كأي لاجئ آخر في العالم. الآن بقرار الإدارة الأمريكية إسقاط ملف القدس من المفاوضات باعتبار القدس عاصمة إسرائيل ونقل السفارة إليها، باعتبار الاستيطان شرعي، الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي شرعي، باعتبار إسقاط ملف الدولتين 67، والآن إسقاط ملف اللاجئين وإعطاء الإسرائيلي الطولة للأمن. من الذي أعطى الولايات المتحدة الحق بذلك؟ هذه مخالفات فاضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية. شن واشنطن حربا مستعرة ضد الأونروا التي ظلت وعلى مدار 7 عقود تهتم بشؤون اللاجئين وتقدم لهم الخدمات، له أبعاد وخيمة
لا سيما في تقليص خدماتها الإنسانية والصحية عن المخيمات، لكن القيادة ولقطع دابر هذا المخطط وتفويت الفرصة على ترامب من افتعال أزمات حياتية داخل المخيمات سارعت إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات لتوفير شبكة أمان مالية تسد العجز في موازنة الوكالة. نحن على اتصال مع الاتحاد الأوروبي، مع اليابان، مع كندا، مع الصين، مع روسيا، مع كل دول العالم القادرة، الدول العربية القادرة على المساعدة، لأنه لابد من تمكين الأنوروا من استمرار مزاولة مهماتها تجاه اللاجئ الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية، مخيمات اللجوء الفلسطيني، وهذا ما سنعمله. ومهما كانت قرارات أمريكا لن تسقط حق العودة للاجئ الفلسطيني. تطاول ترامب وزبانيته على الشرعية الدولية وإعطاء الحق لأنفسهم لشطب ما صاغته الأمم المتحدة بجرة قلم لابتلاع أكبر قدر من حقوقنا الوطنية وهضمها لصالح أجندات سياسية أمريكية مشبوهة في المنطقة تسعى لتقديمها كهدايا ومكافآت على طبق من ذهب لقوى الاستقواء الإسرائيلي على إمعانها بالعدوان ضد شعبنا، يعد مؤشرا جديدا أنها باتت شريكا مع الاحتلال ومصدرا تنبعث منه أتون الحرب والتوتر. قرار الإدارة الأمريكية قطع التزاماتها المالية عن وكالة الأونروا هو مخالفة فاضحة للقانون الدولي تهدف من ورائها إلى إسقاط عمل الوكالة، كونها ظلت الشاهد الأخير على النكبة وترعى شؤون ملايين اللاجئين في داخل الوطن والشتات. خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين. هذا وطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود بتحرك عالمي أكثر فاعلية من أجل وقف سلسلة التحركات الأمريكية ضمن سياسة الفوضى والتخبط التي تنتهجها إدارة ترامب في خدمة الاحتلال والعداء لقضيتنا. وقال المحمود إن قرار الإدارة الأمريكية بقطع التمويل عن الأونروا قرار مرفوض ومستنكر ويعبر عن الخلل والخطأ الفادحين اللذين ترتكبهما السياسة الأمريكية تجاه القضية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. من جانبه اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قرار البيت الأبيض بوقف الولايات المتحدة تمويل الأونروا افتقارا للمسؤولية والحس الإنساني والأخلاقي. وأعرب الأمين العام عن بالغ قلقه محملا واشنطن المسؤولية عما سيلحقه من أضرار كبيرة ستمس نحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون في معيشتهم اليومية على ما تقدمه الوكالة من خدمات، وشدد على أن الولايات المتحدة تتخلى بهذا الإجراء الظالم عن مسؤوليتها السياسية والأخلاقية إزاء مأساة اللاجئين الفلسطينيين التي لم تجد طريقها للحل منذ 70 عاما. إلى ذلك دعت المملكة الأردنية الهاشمية جامعة الدول العربية إلى عقد جلسة خاصة لوزراء الخارجية العرب لمناقشة موضوع نقص الدعم المالي الذي يواجه الأونروا، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي سيعقد في 11 من الشهر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة. وقال سفير المملكة الأردنية في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية علي العايد قال أن الأردن وجه مذكرة رسمية إلى الجامعة العربية بهذا الخصوص، مشيرا إلى الجلسة الخاصة التي تهدف إلى التأكيد على أهمية توفير الدعم المالي والمعنوي والسياسي للوكالة لضمان استمرارها في أداء مسؤولياتها إزاء اللاجئين الفلسطينيين. إلى ذلك أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن أسفه لقرار واشنطن بوقف مساعداتها للأونروا. وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأونروا تحظى بثقة الأمين العام الكاملة، مشيرا إلى أنها تقدم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين وتساهم في إحلال الاستقرار في المنطقة، ودعا الدول الأخرى إلى المساعدة في سد العجز المالي الذي تواجهه الوكالة حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم مساعدتها.
من جانبه أعرب المفوض العام للأونروا بير كرامبل عن عميق أسفه وخيبة أمله من القرار الأمريكي، وأعلن في رسالة مفتوحة وجهها للاجئين الفلسطينيين ولموظفي الأونروا عن رفضه وبلا تحفظ للنص الأمريكي المصاحب لذلك القرار. وقال كرامبل في رسالته: أود أن أنقل بثقة وتصميم راسخ للاجئين بأن عملياتنا ستستمر ووكالتنا ستبقى، وأن القرار الأمريكي لن يؤدي إلا إلى تعزيز عزيمتنا. هذا وحث الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرارها المؤسف بوقف تمويل الأونروا، مشددا على أهمية مواصلة الدعم الدولي للوكالة. وقال متحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي إن قرار الولايات المتحدة يخلف فجوة كبيرة، مشيرا إلى أن الاتحاد يأمل بأن تعيد الولايات المتحدة النظر في قرارها. متابعة لهذا الملف ينضم إلينا مباشرة من جنين المتحدث الرسمي باسم الحكومة سيد يوسف المحمود، وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عدنان أبو حسنة من غزة. مساء الخير لكما سيد أبو حسنة وسيد المحمود، وأبدأ معك سيد المحمود. أمام كل هذه الانتقادات الدولية للقرار الأمريكي والدعوة لحكومة أو إدارة ترامب للعدول وإعادة النظر بهذا القرار الخاص بموضوع اللاجئين الفلسطينيين، تحديدا موضوع الأونروا والتمويل، هل تعدل الولايات المتحدة برأيكم عن هذا القرار؟ وما هو المطلوب عمليا من الدول الأخرى وأنتم نشدتم بهذا الخصوص؟ نعم، أولا مساء الخير، وكل ما نقلتموه من المواقف العربية والإقليمية والدولية المناهضة للموقف الأمريكي تدلل على خطأ السياسة الأمريكية الفادح، هذا الخطأ الذي ترتكبه سياسة واشنطن تجاه القضية الفلسطينية، وتحاول استعداء الشعب الفلسطيني وقيادة الشعب الفلسطيني وكذلك القرارات الشرعية الدولية بهذا الخصوص. إن القرار الأمريكي أو الخطوة الأمريكية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب حول موضوع الأونروا تعتبر مساسا بقضية مقدسة فلسطينية مقدسة، هي إحدى الثوابت الوطنية الفلسطينية وهي قضية اللاجئين. هذا الأمر مرفوض فلسطينيا ولا يسمح لأحد المساس به. الإدارة الأمريكية في هذا الحال تكمل مسلسل مساسها أو محاولات مساسها بالقضية الفلسطينية نيابة عن الاحتلال الإسرائيلي، وهي تقوم بكل ذلك نيابة عن الاحتلال الإسرائيلي. اسمح لنا أستاذ يوسف بعد إذنك أن نتوجه كافة اسمح لنا نتوجه أيضا إلى ضيفنا من غزة عدنان أبو حسن الناطق باسم الأونروا. أستاذ عدنان أهلا بك إلى نشرة التاسعة. إذا كرامبل قال نرفض القرار الأمريكي بل وأكد أن الدعم للاجئين سيستمر، في خضم سحب أمريكا لدعمها لهذه الوكالة، كيف ستبدو صورة الوضع لديكم على الأقل في المحافظات الجنوبية في غزة؟ يعني القرار الأمريكي هو قرار مفاجئ وقرار محزن ومؤسف، ولكن بدأت بوادر هذا القرار في يناير من هذا العام عندما قررت الإدارة الأمريكية فقط أن تعطينا 60 مليون دولار من مجموع 360 مليون دولار كانت تعطينا إياها سنويا. ظهرت آثار هذا القرار على العجز المالي الكبير الذي يواجهه الأونروا، كان حوالي 446 مليون دولار، استطعنا أن نخفض هذا العجز عبر مؤتمرات وتبرعات وتوسيع قاعدة المانحين إلى حوالي 217 مليون دولار. رغم ذلك فتحنا المدارس كل منطقة الشرق الأوسط في سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية، نصف مليون طالب توجهوا للمدارس،
رغم أن تمويلا إلا بشار في الكامل. هناك جهود كبرى تبذل في هذا الإطار، ولكن أود أن أؤكد على نقطة هامة جدا، وهو ما قالها بيير كريندول مفوض الأونروا في خطاب يعتبر خطاب تاريخي اليوم للاجئين الفلسطينيين والموظفين الأونروا، بأن الأونروا لن تستسلم على الإطلاق. يعني الأونروا تصيبها محن سياسيا، نعم هناك عجز مالي، ولكن هناك إرادة وتصميم غير مسبوق على الإطلاق لدى الأونروا لحماية التقويض مواصلة عملياتها. يدعمنا في هذا الإطار السيد الأمين العام للأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي، سمعنا ألمانيا وحديث وزير الخارجية الألماني، أيضا الدول العربية، الأردن يقوم بجهود جبارة في هذا الإطار مع السويد واليابان. سيكون هناك مؤتمر بعد 3 أسابيع في غزة. هناك طبعا تخوفات لدى الناس في الشارع، الناس هنا في غزة تتنفس الأونروا، والأونروا هي كان الحياة الوحيد تقريبا. لدينا 280 ألف طالب في 274 مدرسة، لدينا 22 عيادة ومستوصف كبير، زارها العام الماضي فقط 5 ملايين زيارة طبية. لذلك الأونروا متغلغلة في الناس، وهناك خشية بأن القرار الأمريكي سيؤدي إلى أو سيقود إلى تطورات إجرامية سيزيد الأمور تعقيدا وصعوبة، إضافة لما هو موجود في غزة. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. الأردن دعا سيد المحمود إلى عقد جلسة خاصة لوزارة الخارجية العرب لمناقشة موضوع النقص وموضوع القرار الأمريكي. ما المأمول من جلسة 11 من الشهر الجاري على مستوى وزارة الخارجية في القاهرة؟ يعني أولا نجدد توجهنا بالشكر إلى كافة الدول التي يعني قدمت مواقف تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، والتي يعني وقفت في وجه هذه الخطوة الأمريكية. ونرجو من هذه الدول أو نطالب بترجمة كافة مواقفها التي أصدرتها إلى أفعال قريبة وأفعال جادة وحقيقية في سبيل يعني صد هذه الخطوة الأمريكية الإسرائيلية تحديدا تجاه المساس بقضية اللاجئين الفلسطينيين. إن هذه المسألة هي مسألة خطيرة وخطيرة جدا، نظرا لما يعني يحتمله هذا الأمر الذي تقوم به واشنطن ترامب في هذا الوقت بالذات تجاه مسألة اللاجئين وتجاه الأونروا، تجاه الخدمات المقدمة للاجئين سواء على صعيد التعليم أو على كافة الصعد الأخرى. يعني إضافة إلى أن هذه المسائل ملزمة دوليا لأنها اتخذت حسب قرارات دولية وحسب قرارات الشرعية الدولية، وذلك حتى إنهاء مسألة اللاجئين وإعطاء كل ذي حق حقه حسب ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية. وبالتالي فإن هذه المسألة بالنسبة لنا كفلسطينيين وبالنسبة لأمتنا العربية ولأشقائنا العرب أيضا هي مسألة حساسة ومسألة تعد من الثوابت الوطنية والقومية أيضا، وهي أيضا مسألة إنسان، يعني مسألة على مستوى العالم، مسألة أخلاقية يتحلى بها العالم تجاه القضية الفلسطينية وتجاه الشعب الفلسطيني الذي اضطره الاحتلال الإسرائيلي إلى الذي شرده وهجره الاحتلال الإسرائيلي من أرضه ومن دياره ومن وعن أرض وطنه. الاتحاد الأوروبي قال أن ما قامت به أمريكا سيولد فجوة كبيرة. وأوجه سؤالي إلى الأستاذ عدنان أبو حسنة من غزة. أمريكا تقول أنها تمول ثلث ميزانية الأونروا، هل برأيك التعهدات من الدول المختلفة ومنها الدول الأوروبية هي تعهدات حقيقية وستقوم بتغطية النقص الذي يخلفه انسحاب أمريكا من تمويل الوكالة، وعلى ماذا تعوله؟ يعني الدول الاتحاد الأوروبي من أهم المتبرعين للأونروا، أيضا هذا العام شهد تبرعات مهمة جدا من قطر والسعودية والإمارات وأيضا من تركيا. هناك إصرار دولي وخشية أيضا من أي اهتزاز في عمليات الأونروا. الأونروا أي يعني انهيار الأونروا يعني حالة من عدم الانتماء
الاحتقار الإقليمي التي ستؤثر على الدول المضيفة، ستؤثر على الأوضاع في مختلف المناطق. لذلك هناك إدراك لدى المجتمع الدولي بأنه يجب الاستمرار أو استمرار الأونروا في تقديم خدماتها، الاستمرار في حماية التفويض. نحن يعني لدينا تصميم كما قلت وتفاؤل، كما استطعنا خلال الستة شهور الماضية أن نخفض هذا العجز إلى أكثر من النصف، أن نتمكن فعلا حتى نهاية هذا العام من الاستمرار في تقديم الخدمات والحصول على تبرعات جديدة. نحن في ميزانيتنا القادمة التبرعات الأمريكية هي الصفر، لن نعتمد خلاص يعني انتهى هذا الموضوع تماما، ونضع خطط وبرامج على أساس أنه لن تأتينا هذه التبرعات. في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة من بين 190 دولة، رغم نعم هناك 30% كانت تقدمها من ميزانية الأونروا تقريبا، ولكن البدائل موجودة والعمل عليها كبير. لا نقول بأننا سنسد العجز تماما، ولكن نحن سنبذل جهد 100%. شكرا جزيلا لك المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا سيد عدنان أبو حسنة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من غزة. شكر موصول أيضا لضيفنا من استوديوهاتنا في جنين المتحدث الرسمي باسم الحكومة سيد يوسف المحمود. ميدانيا أقدم مستوطنون على قطع أشجار زيتون في أراضي بورين جنوب نابلس، وأفاد مراسلنا أن مستوطني مستوطنة يتسار قطعوا 20 شجرة زيتون في منطقة الميادين التابعة لأراضي قرية بورين. المستوطنون قاموا بأبشع الصور التي يقوموا بها في هذه المنطقة وفي هذه القرية والقرى المجاورة، قاموا بتقطيع 20 شجرة زيتون لمالكها اللي هو زكريا جميل نجار، وهذه الأشجار عمرها أكثر من 60 عاما وأبيدت بالكامل. ماذا يفعل المواطن في هذه المنطقة والمناطق القريبة من المستوطنين؟ يقوم برفع شكاوي إلى الجانب الإسرائيلي، إلى الشرطة الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية في النهاية تحفظ الملف ولا يوجد أي شيء ضد المستوطنين. في ظل الهجمة الممنهجة الرامية إلى تهويد القدس المحتلة، تؤدي المؤسسات الثقافية في العاصمة دورا كبيرا في الحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية. هذا وكان مركز يبوس الثقافي اختتم مهرجان القدس الذي ينظمه للعام 23 بعد أسبوع شمل عشرات العروض الفنية بمشاركة مئات الفنانين وألاف المقدسيين. المزيد مع كريستيان ريناوي. بافتتاح قاعة أمير القدس الراحل فيصل الحسيني، استهل مركز يبوس الثقافي مهرجان القدس في عامه 23 تخليداً لاسمه. أسبوع زخر بعشرات العروض الفنية والثقافية والأدبية، مئات الفنانين المحليين والعالميين قدموا فناً في العاصمة الدائمة للثقافة. افتتاح قاعة بهذا الحجم في القدس رغم كل الظروف الصعبة اللي نحن منعيشها، لنقدم ما هو جيد للمجتمع الفلسطيني المقدسي، لنحافظ على هويتنا الوطنية ولنعيد الحياة أيضا للقدس، هو كان سبب نجاحنا، سبب أيضا لعملنا وهدف رئيسي إلنا للاستمرار. مشاهد التفاعل في صفوف من يعيشون هموم المدينة ويجابهون التطهير العرقي وهدم المنازل وتهويد الأرض والمقدسات تبين أن الآلاف ممن أموا المهرجان متعطشون لكل ما يضمد جراح القدس. الناس محتاجة هيك جو، محتاجة هيك أجواء، محتاجة هيك مناسبات، هيك فرح، لأن القدس دائما يعني ما فيها هاي الأجواء. احنا بحاجة لكل تضافر الجهود من كل المؤسسات تعمل نشاطات أكثر وتعملنا حياة وترجع الأمل للشباب إنه احنا بنقدر مع بعض نعيش ونستمر بحياتنا في القدس.
عنون يبوس مهرجانه بأصوات الحرية التي غلبت حصار الاحتلال. فالمهرجان نجح رغم سياسات الاحتلال بمنع دخول الفنانين والرواد إلى المدينة المحتلة. أمام غولي التهويد وطمس الهوية الممنهج في القدس، ترد المؤسسات الثقافية كمركز يبوس بفعاليات ومهرجانات ترفع صوت الفن والإبداع وتبعث الحياة في العاصمة. كريستين ريناوي، تلفزيون فلسطين، القدس المحتلة. أفاد استطلاع للرأي بأن 60% من الأمريكيين لا يوافقون على أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن نصفهم يؤيدون فكرة عزله من منصبه. تفاصيل في تقرير حنين الحلو. في استطلاع للرأي أجرته صحيفة الواشنطن بوست وإي بي سي نيوز، أظهر بأن 60% من الأمريكيين لا يوافقون على أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبأن نصفهم تقريبا يؤيدون فكرة عزله. ووفقا للاستطلاع الذي شمل آلاف الأمريكيين في الفترة الممتدة بين 26 و29 من الشهر الماضي، فإن 49% من المستطلعة آراؤهم طالبوا الكونغرس بضرورة البدء بعملية عزل ترامب. وأظهر الاستطلاع أيضا أن هناك تراجعا كبيرا في شعبية الرئيس ترامب نظرا لتوجهاته السياسية، حيث أعرب 93% من الديمقراطيين عن اعتراضهم على أدائه السياسي الذي يؤثر سلبا على البلاد، وكذلك أعرب 59% من المستقلين عن اعتراضهم على سياسات ترامب الخارجية. أما فيما يتعلق بالاقتصاد، أظهر الاستطلاع أن 45% من المستطلعة آراؤهم لا يؤيدون سياساته الاقتصادية، والتي من وجهة نظرهم تؤثر سلبا على بلادهم. لتلفزيون فلسطين، حنين الحلو. أدنت الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا تصاعد العنف في العاصمة الليبية ومحيطها، وتوعدت بمحاسبة الجماعات المسلحة التي قوضت أمن ليبيا. وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إن هذه المحاولات التي تهدف إلى إضعاف السلطات الشرعية في ليبيا وعرقلة العملية السياسية غير مقبولة. هذا وأعلنت السلطات الليبية تجميد العمل في مطار طرابلس الدولي بسبب المعارك الدائرة والتي أودت إلى مقتل أكثر من 40 شخصا منذ الاثنين الماضي. شارك رؤساء الولايات المتحدة السابقين بيل كلينتون، جورج بوش وباراك أوباما في الجنازة الوطنية للسيناتور الأمريكي الراحل جون ماكين في واشنطن. كما شارك في الجنازة العشرات من أعضاء الكونغرس بالإضافة إلى كبار الشخصيات الأمريكية في ظل غياب الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي أوصى ماكين بعدم حضوره. شارك وفد فلسطيني في ورشة العمل الإقليمية بشأن حرية التعبير والتي نظمت في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تحدث عن القيود التي يفرضها الاحتلال على الشباب الفلسطيني وخصوصا الإعلاميين منهم. المزيد مع زين عبد الصمد. تعزيز القيم الليبرالية، حماية حرية التعبير هو عنوان ورشة العمل الشبابية الإقليمية التي تحتضنها العاصمة اللبنانية بيروت وتشكل فلسطين إحدى الدول الأساسية المشاركة. احنا كشعب فلسطيني وكشباب فلسطيني تحديدا من اكثر الناس اللي فعلا لدينا ما نقوله في هذا المجال، يعني الشعب الفلسطيني والشباب الفلسطيني على وجه الخصوص، الاعلاميين الفلسطينيين والصحافه الفلسطينيه جميعهم بتعرضوا لقمع يومي وابتزازات متكرره من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، بتمنع من ايصال الصوت الفلسطيني لكل العالم، بتمنع من ايصال او بتحاول تحد من ايصال معاناه الشباب الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين والتعبير عن ذاتهم الى العالم بشكل عام. اللقاء الشبابي تشارك فيه 7 دول عربية، وينظمه تحالف الشباب العربي للحرية والديمقراطية بالشراكة مع مؤسسة فريدريش نومن وتيار المستقبل وبرعاية رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري. هذه حقيقة بتعطي أمل بالنسبة للوضع البلاد الحالية
أمل بالنسبة لنحن شو منتطلع وشو عنا من قيم ومبادئ للنهوض بالمجتمع. وهذا الدعم دعم للشباب بهو يعني بشكل نهضة اجتماعية بتبلش من الشباب وصولا إلى كل الأعمار وكل الطاقات اللي نحن فيها نعطيها للبلاد. تقع المسؤولية علينا نحن كشباب، كشباب عربي، كشباب ليبرالي، كشباب مؤمن بالحرية، لكي ندافع عنها وندافع عن حرية التعبير. فنحن الشباب ننظر إلى العالم كمجتمع واحد مع العديد من القيم المشتركة بين الأمم واللغات. مشاركة فلسطين تهدف إلى نقل الواقع الذي يواجهه الشباب الفلسطيني في ظل قمع قوات الاحتلال لهم وخصوصا للإعلاميين منهم، وكذلك تعزيز حضورهم في المحافل العربية والإقليمية. إحياءً لليوم العالمي للشباب، ورشة العمل الإقليمية ناشدت العالم بأسره إلى صون حقوق الشباب الفلسطيني وحمايته من ممارسات الاحتلال. زين عبد الصمد، تلفزيون فلسطين، بيروت. نشرتنا مستمرة وتشاهدون فيها: الشرطة تطلق خطة مرورية للتوعية بأهمية تطبيق قوانين السير والالتزام بها. لأخبار الاقتصاد مع زميل عماد الرجبي. مساء الخير عماد. مساء الخير، أهل الخير، أهلا بخميس ماي. أهلا بكم إلى موجز الاقتصاد. ارتفعت ودائع العملاء في المصارف العاملة في فلسطين خلال تموز بنسبة 6.7% لتصل إلى قرابة 12 مليار و120 مليون دولار مقارنة بذات الشهر من العام الماضي. وأظهرت بيانات سلطة النقد أن ودائع القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 7% لتصل إلى حوالي 11 مليار و375 مليون دولار، بينما انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 2% إلى قرابة 743 مليون دولار. إلى ذلك، أعلنت الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية والتخطيط عن أسعار المحروقات والغاز لشهر أيلول الحالي في كافة محافظات الوطن، والتي جاءت على النحو الآتي: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا باستبعاد كندا من اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية نافتا. وقال ترامب في سلسلة تغريدات بعد تعليق المباحثات حتى الأربعاء أنه ليس هناك ضرورة سياسية لإبقاء كندا في اتفاق نافتا، كما هدد بإلغاء العمل في الاتفاقية إذا تدخل الكونغرس في هذه القضية. بدورها، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فيرلاند أن التوصل إلى معاهدة تجارية جديدة بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة لا يزال قائما، مشيرة إلى أهمية النوايا الحسنة من كافة الأطراف. وشددت الوزيرة الكندية على أهمية التوصل إلى صيغة معدلة لمعاهدة نافتا تكون جيدة بالنسبة إلى الكنديين. قال مسؤول صيني إن بلاده ستمنع بشكل صارم الاستثمار غير المنظم والتطوير الزائد عن الحاجة في قطاع صناعة السيارات. وقال نيان يونغ رئيس قسم التنسيق الصناعي باللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن اللجنة ستنشر قريبا مجموعة جديدة من القواعد الحاكمة للاستثمار وتنفذها، ويأتي التجديد في الوقت الذي ترتفع فيه الطاقة الإنتاجية عن الحاجة في قطاع السيارات الذي يبدي إشارات على التراجع. نهاية موجز الاقتصاد، الآن عودة إلى الزملاء والمزيد من الأخبار. شكرا عماد. شكرا. أطلقت الشرطة خطة مرورية تهدف إلى توعية بأهمية تطبيق قوانين السير والالتزام بها للحد من الحوادث. المزيد مع سامي أبو شرخ.
92 مواطنا لقوا حتفهم جراء حوادث السير في الضفة الغربية منذ بداية هذا العام، الأمر الذي دق ناقوس الخطر وحث بالشرطة إلى اتباع إجراءات صارمة لتطبيق القوانين المرورية ومحاسبة غير الملتزمين باستخدام أجهزة رصد وفحص حديثة ستوزع على محافظات الوطن كافة. الإجراءات اللي بتعمد الشرطة لاتخاذها بشكل أساسي هي نشر قوة المرور في الشوارع وعلى الميادين والمفترقات الرئيسية في محافظاتنا، وأيضا أوجدنا نوع من الرقابة الشعبية على المخالفات في المناطق التي لا يوجد فيها شرطة، يقوم المواطن بتبليغنا عن أي تجاوز يقوم به أي سائق، ونحن جاهزين للتعامل مع هذه الحالات. قمنا بنشر الشرطة، أيضا أدخلنا كثير من الوسائل السيطرة التقنية مثل جهاز الرادار. 8700 حادث مروري أسفرت عن إصابة أكثر من 7500 مواطن بإصابات مختلفة، إضافة إلى 92 حالة وفاة منها 24 حالة من محافظة الخليل، والتي شهدت اليوم انتشارا كثيفا للشرطة التي باشرت عملها على أكمل وجه. هي منذ الصباح تم المتابعة وفي مخالفات في هذا الموضوع، وهذه مخالفات قد سوف تكون رادعة، مع العلم أنه تم من بداية شهر 8 احتساب النقاط في هذه المخالفات، لأن هذه مخالفات من الدرجة الأولى. الشرطة التي قررت تجديد الرقابة على الطرق الداخلية للمدن وتحرير المخالفات للسائقين المخالفين للقانون، خاصة فيما يتعلق بحزام الأمان واستخدام الهاتف النقالي، الأمر الذي لاقى استحسانا من قبل السائقين والمواطنين لحفظ أمنهم على الطريق. والله احنا مع القانون مش ضد القانون، بس في عنا احنا إشكالية في قصة الحزام الخلفي، بس لأن السيارات إجمالا بشكل عام هي ضيقة من ورا، وانت بتعرفي طبيعة المجتمع تاعنا، يعني لو تيجي واحدة تركب ويجي واحد تاني يركب في غلبة. المفروض انهم يلتزموا، لانه هذا شيء قانوني ومصلحة الشعب، يعني لمصلحتنا احنا بالاحرى، شيء ممتاز جدا. حوادث السير في فلسطين وما تخلفه من ضحايا وإصابات باتت شبه يومية واقع لا يمكن حله إلا بتكاتف جهود الشرطة والمواطنين لنشر ثقافة الالتزام بقوانين السير. ارتفاعا مهولا وتزايدا خطيرا في عدد حوادث السير شهدته الفترة الأخيرة، حوادث أليمة تخلف بشكل يومي مخاطر ومآسي تنذر بالكارثة. من مدينة الخليل، سامي أبو شرخ، تلفزيون فلسطين. إلى النشرة الرياضية والزميلة ريم صلاح. مساء الخير. مساء الخير ماي. مساء الخير خميس. أهلا بكم. حصد فريق الأمعري العائد الجديد لدوري المحترفين نقاط مباراته أمام جبل المكبر بالفوز عليه بهدف قاتل جاء في الوقت بدل الضائع في المباراة التي جمعتهما على ملعب ماجد أسعد في البيرة ضمن الأسبوع الأول من الدوري. وجاءت المباراة عقيمة من الأهداف حتى لاحت الفرصة الحقيقية عند الدقيقة 3 من بدل الضائع، عندما خطف اللاعب إبراهيم الحبيبي هدف المباراة الوحيد. وإلى خبر آخر، حقق فريق تشيلسي فوزه الرابع على التوالي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعدما تخطى نظيره بورموث بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب ستانفورد بريدج. وافتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 72 عن طريق الإسباني بيدرو رودريغيز من تسديدة على يمين الحارس، ثم أضاف إيدن هازارد الهدف الثاني في الدقيقة 85. أفلت ليفربول الإنجليزي من كمين ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، واستطاع تحقيق فوزه الرابع على التوالي ليبقى على قمة الدوري. وفي مباراة لم يقدم فيها النجم المصري محمد صلاح الشيء الكثير، تقدم ليفربول بهدفين في الشوط الأول حسمت له النقاط الثلاث خارج ملعبه.
وفي خطوة مثيرة اقترب النجم البرازيلي السابق رونالدو من الاستحواذ على حصة الغالبية من أسهم نادي بلد الوليد المشارك هذا الموسم في الدرجة الأولى للدوري الإسباني حسب ما أفادت تقارير صحفية إسبانية. وأشارت صحيفة محلية في مدينة بلد الوليد إلى أن رونالدو سيمتلك 51% من أسهم النادي لقاء 30 مليون يورو. نهاية جولتنا الرياضية لهذه الليلة، شكرا على المتابعة وعودة إلى الزملاء. شكرا ريم. شكرا. في المحافظات الجنوبية تعاني أسواق اللحوم البيضاء من قلة إقبال المواطنين على شرائها بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية. المزيد مع صفاء الهابيل. لأن أحلى منكوبين يا مزارعين الدجاج منكوبين، كل مزارع دجاج منكوب. بحرقة وحسرة يتنقل في مزرعته التي تكبدت خسائر كبيرة، فالدجاج يأكل ويكبر ولا يورد للأسواق. الخسارة اللي حقتنا إن الشيء هذا مكلف، هذا بكلف، هذا بكلف شيء كثير جدا، من جهة دواء ومن جهة غذاء. هذا بيستهلك، كل طير بيستهلك 4 كيلو. الأربعة كيلو وزن معروفات 11 شيكل، 11 شيكل بكلف على طرابة، وأحنا بنبيع بستة وخمسة ونص وستة ونص وسبعة، ولما الله بطرح البركة بجيب 8، 8.5، 9، قديش بكون خسر معنا؟ تزايد أعداد مزارع الدجاج وغياب تنظيمها وإدارتها ومراقبتها من الجهات المختصة ساهم في مضاعفة الأزمة وحشر المزارعين ومربي الدواجن في زاوية إما توريدها للأسواق بخسارة أو مراقبة نفوقها أمام أعينهم. منع استيراد المجمدات والبيض المخصب خطوة جاءت متأخرة بنظرهم، إلا أنها قد تسعف الوضع مؤقتا. وزارة الزراعة قرروا في 1/9 أنه منع دخول أي مجمدات من جانب الآخر، وإن شاء الله نأمل أنه يكون يتحسن الأسعار. هذا ممكن ينعش قطاع الدواجن؟ إلى حد ما ممكن ينعش قطاع الدواجن. يعني حاليا يعني هم أصلا اللي بيجيبوا لنا إياه من إسرائيل اللي هو الدهور والجناحين، ودهور الجناحين ذا قيمة قليلة، يعني قيمة غذائية قليلة وأسعار متدنية في إسرائيل. أما عندنا هنا يعني احنا ما بنقدرش نجيب صدر وفخاد، لأنه الصدر والفخاد حاليا عندنا هنا في غزة أرخص من الجانب الآخر يعني. وفي الأسواق يتكدس الدجاج بين حي ومذبوح، إقبال ضعيف جدا وبشكل غير مسبوق ينذر بخسارة في الاقتصاد المحلي. فيش حركة خالص، سوق ميت، يعني التوزيع أقل من الثلث. بناخذ الدجاج على عرضه 6 شيكل وقابل لنزول، يعني لأنه في عرض أكثر من الطلب، لأنه حركة السوق يعني مش بشكل يعني ميتة خالص، لا في حركة، مع أنه تعون الجزارين تعون اللحمة وموقفين، يعني وين ما رجعوا شغلهم برضو حنعاني أكتر إحنا، لأنه في عندك حاجة منافسة واقفة. وهي اليوم الوضع اللي جاء على الدجاج حيكون أسوأ، لأنه الحين من امبارح طلعوا قرار فك الأذونات خالص، حسير السوق نظام يعني مافيا، كل تاجر كبير حيقتل التاجر الصغير، مش يعني في ناس حتلغي ناس من السوق. رغم تدني أسعارها ووفرة إنتاجها يحجم المواطنون عن شرائها، فخيارات الأساسيات على سلم الأولويات. تداعيات خطيرة تعصف بقطاع الدواجن تهدد بانهياره إن لم تتخذ إجراءات عاجلة لدعمه وإنقاذه. من سوق الدرج وسط محافظة خان يونس، صفاء الهبيل، تلفزيون فلسطين. إلى حالة الطقس وروز أبو عصب، مساء الخير. مساء الورد. خير روز. يعطيكم العافية. أطيب التحيات أعزائي المشاهدين وأهلا بكم. أجواء لطيفة تسود في معظم المناطق الجبلية ودافئة في باقي المناطق لهذه الليلة، حيث تأثرت فلسطين اليوم بموجة حارة متوسطة الحدة قد تستمر حتى الأربعاء المقبل، وعليه تحولت الأجواء وأصبحت حارة إلى شديدة الحرارة في كافة المناطق، وارتفعت معها درجات الحرارة وأصبحت فوق معدلاتها
بأكثر من 5 درجات مئوية، حيث استقبلنا أول أيام شهر أيلول والذي يعتبر أول أيام فصل الخريف فلكيا بأجواء حارة، وعليه تبدأ من هذه الفترة ملامح التغييرات في طبيعة الغلاف الجوي تدريجيا. والآن ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام لدرجات الحرارة العظمى المتوقع أن تسجل ليوم غد الأحد، ونبدأ من العاصمة القدس المحتلة 33، رام الله 31، نابلس 34، جنين وطوباس 36، تل كرم وقلقيلية 32، سلفيد 33، أريحة 42، بيت لحم 33، الخليل 32. وننتقل وإياكم إلى المحافظات الجنوبية، ونبدأها من غزة 31، دير البلح 32، خان يونس 31، وأخيرا رفح 32. ومن درجات الحرارة في محافظات الوطن إلى العواصم العربية والعالمية. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام لنهاية نشرتكم الجوية، أتمنى لكم ليلة سعيدة في أمان الله، والآن عودة لكما مي وخميس. شكرا روز. شكرا لكما. في الختام نذكر بأبرز العناوين. السيد الرئيس يستقبل وفد المخابرات المصرية ويؤكد ثقة القيادة بدور المصري الداعم لشعبنا ونضاله. لمواجهة القرار الأمريكي بخصوص الأونروا، أبوردين يؤكد أن السيد الرئيس والقيادة يدرسان التوجه للجمعيات العامة. 60% من الأمريكيين لا يوافقون على أداء ترامب ومطالبات بعزله. تابعنا في النشرة أيضا أسواق اللحوم البيضاء في غزة تعاني قلة الإقبال. ختام التاسعة الرئيسة قدمناها لحضراتكم من تلفزيون فلسطين. دمتم بخير وفي أمان الله.